نام بس على الحاجه دي ازاي يا بيه يا مطربه كده يا ابني؟ احنا كده مش هننام كده هنموت. قلت لك ساعتين زمن واجيب حد ينضف. خلاص بقى بس يبقى. اللي هيتحرك فيكم هطير رقبته. احنا تعبناك معانا والله يا رامي، يعني احنا معتمدين عليك بقى. تلاش ان شاء الله من بكره مصر مش هيبقى وراها سيره غير اللي عمله سليم الانصاري معاكم على الحاج لطفي. الاشكال لازم تتربى، كفايه افترا بقى. احنا معتمدين عليك، ربنا يخليك يا رامي، ربنا يجازيك خير يا حبيبي. يا السلام عليكم. مع الف سلامه يا حبيبي، مع الف سلامه. خليك معايا في البيت. خلاص ماشي. سلامه تامر، سلامه شادي. مع السلامه حبيبي، مع السلامه. اجمد شاب بجد تامر ابو المجد، وده اجمد شاب بجد تامر ابو المجد. ايه رايك يا معلم؟ سنجفت انا يا ابن اللعيبه. الواد نازل من هنا فاكرك خضره الشريفه. 6 طلعت 10 على 10 يا شادي، انا كنت خايف منك قوي جدع. يا والصاحب ليه عند صاحبه يا تامر؟ على قولك، لو اننا يعني عدينا مرحله الصحاب دي من زمان. عارف يا شادي، انا ساعات كده اسرح واشرب بذهني وتخيل لو ابويا يعني كان خلف اخ بدل قرطه البنات اللي في البيت دول، هل انا يعني كنت احب اخوات اكتر منك؟ والله ابدا، انا بحبك قوي يا شادي. احمد ربنا ان انت عندك اخوات بنات بقى ولاد شوياب، مش هتفرق. المهم ان في حد من دمك موجود، مش وحداني زي كده. وحداني زيك؟ تصدق انت عارف امك؟ ما انا رحت فين ياض؟ ياض انت عايش في عمري. عارف انا شهادي احنا اصعب بقى لنا كام سنه؟ من واحنا في حضانه داخلين في ال 25 سنه. تقريبا. طب بقول لك ايه؟ احنا لازم نحتفل بقى باليوبيل الذهبي لصداقتنا. خرب بيت امك، اسمه اليوبيل. يا عم انا عارف بقى، هو انت شهادي على طول كده تقعد تديني دروس في اللغه العاميه الفصحى؟ ما هتكبر مخك يا عم. المهم بقى لازم نحتفل، ها؟ كاسين ولا سجارتين ولا تشد لك لاين مع اخوك؟ وما تزز بيرة. ماشي يا عم اجيب لك ازز بيرة. بقابلني لو فلحت. وده ينفع برضه مدام حنان من اولها كده رفع سلاح؟ معلش يا اخوي اعذرنا، البنت لسه صغيره. صغيره ايه وكبيره ايه يا امه؟ انا ما غلطتش في حاجه. ما غلطتيش ازاي؟ يعني رفعت علينا سلاح وكنت هتضربينا بالنار وما غلطتيش. وانت عايزني اعمل ايه يعني لما الاقي صوت اتنين رجاله غرب في الاوضه اللي مقفوله بقالها سنين؟ اجي اشوفكم تشربوا ايه ولا اخوكم بالحضن؟ صح، بنتك عندها حق، سمعت صوت غريب في الاوضه راحت تشوف مين. معلش اديك قلت بنفسك اهو. سمعتي ياما ولا برضه عاوزه تطلعيني غلطانه وخلاص زي عوايدك؟ يا بنت لمي لسانك يا بنت، ما ينفعش اهزقك قدام الضيوف. وتهزقيني ليه بقى ان شاء الله؟ اذا كان الافندي اللي ما اعرفش وقع علينا من انهي داهيه قال لك اني ما غلطتش. على فكره ما غلطتكيش، بس ما ينفعش تاخدي البنديه بتاعت والدتك. افرض الاوضه كان فيها حراميه بجد وخدوا منك البنديه، كان هيحصل ايه دلوقتي؟ خليك في حالك والنبي. يا بنت ده الدكتور اللي جاي يساعدني. عيب. معلش حقك عليا يا دكتور، حقك عليا. معلش. ما تربيه البنات بقى والسن، هنعمل ايه؟ يلا قدامي ناموا وارتاحوا كده والصبح هنا كلام تاني. يلا يا بنت يلا تصبحوا على خير. يا مراري ما تيجي نمشي يا سليم بيه. صباح الفل يا صباح النور. صباح الخير يا دكتور، منور البلد يا دكتور. صباح الخير. اهلا اهلا وسهلا. البنات حضروا لكم بقى ايه؟ فطار 10 على 10. هم لحقوا يعرفوا ان احنا جينا؟ المكان كله يا دكتور عارف ان انت جيت، نورت البيت. اصل انا ايه، كل يوم الصبح كده بعمل اجتماع صغير اجيب اسره العمل بتاعي اشرح لهم كيفيه سير العمل. زي كده فيلم ايه، مراتي مدير عام لما كانت شاديه بتجمع الموظفين وتوزع عليهم الشغل. وهم فرحانين قوي بقى، فرحانين بيك قوي يا دكتور انت والمساعد بتاعك. الحمد لله. اصل احنا عندنا مشاكل كتير قوي مع البهايم، عايزين بقى نعرف كيف تتعامل مع البهائم لكي تدر لبن اكثر. حاجه سهله خالص بسيطه. ان شاء الله هتعلمه. الحمد لله. ان شاء الله. البنات جواهم اسئله ياما. افطروا بقى، اسئله كتير يا دكتور. يلا يا بنات. قلت لك اسئله ياما. تيجي نمشي يا سليم بيه. نمشي نروح فين؟ مش عامل اللي فيها دكتور؟ اتفضل افتي بقى. ده بيفتي في البني ادمين زي ما انت عايز، انما في الحيوانات حرام. صح.
صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا وليد. بلغوني سعادتك عايزني يا باشا. اقعد. حاضر. اطلب لك قهوه؟ الله يخليك يا باشا، شربت قبل ما انزل من البيت. وسعادتك هنا من بدري؟ اه يا سيدي. الساعه ما جاتش 8 يا باشا. ما جاليش نوم من امبارح ومطبق. قلت اجي الشغل بقى اشوف اي حد راضي فيه. لكن للاسف ما لقيتش اي حد طلع فيه همي. والله يا باشا لو اعرف انا كنت جيت بقيت مع سعادتك امبارح. يا سلام. اه والله. طيب اشرب القهوه وعندنا زياره لاسم العمرانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور سليم دكتور بيطري، شاطر جدا في علم البهايم، تخصص بقر وجاموس. العلم الوفير بقى اللي في دماغه هيساعدنا ان احنا نكبر المشروع بتاعنا، ويساعدنا ان احنا نعالج البهايم اللي عندنا لكي تدر لبن اكثر. اما الاستاذ ابراهيم التمرجي المساعد بتاعه بيشتغل الشغلانه دي بقاله 25 سنه، يعني خبره، وبرضه هيساعدنا نتعامل مع البهايم اللي عندنا. انا كده خلصت كلمتي، تيجي دلوقتي بقى كلمه الدكتور. دكتور، اول حاجه طبعا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي ما الست ام هند بتقول انا خبرتي كبيره جدا في علم البهايم والجواميس والبقر، بس انتوا طبعا شغلكم من زمان، يعني لو حطينا ايدينا في ايدين بعض هنعمل شغل جامد قوي، مش كده رجاله؟ مش كده ابراهيم؟ اه كده يا باشا. وهو الاخ اللي معاك ده اخرس ولا ايه يا دكتور؟ يا بنت عيب، يا بنت تلمي، يا بنت ما ينفعش الماضه دي قدام الضيوف، قطع لساني. لا إيه؟ هو مش اخرس، مش اخرس يا شربات، معلش. عايز اقول لك بقى انه ابراهيم ده التمرجي بتاعي، وده الكل في الكل، ما بعرفش اعمل حاجه من غيره. ومعلومه بقى كمان، ده مش بيفهم في البهايم بس، لا بيفهم كمان في البني ادمين، يعني انت لو عايز اي حاجه تروح تساليه على طول. ما تتكلم، هو انت خرسيت دلوقتي؟ ماشي يا حزب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم ابراهيم، يعني زي ما سليم بي، زي ما الدكتور سليم بي قال عليا كده بالظبط. احنا ان شاء الله هنحط ايدينا في ايدين بعض ونبقى فريق واحد، وهنخلي الحيوانات والبهايم بتاعتكم تبقى اجدى حيوانات في الدنيا. الله الله ابراهيم الله. طب ادام احنا دخلنا في الشغل على طول، في بقره حرانه من صباحيه ربنا. ما هي لازم تبقى حرانه، احنا في الصيف. ده طبيعي يا شربات. حرناني حرناني، دي مش راضيه تنزل ولا نقطه لبن، واحنا غلوبنا معاها ومش عارفين نعمل معاها ايه. انت بس اتبعي الدكتور سليم وتعليماته وان شاء الله هتنزل لك لبن وكابتشينو وزبادو واي حاجه انت عايزاها. انت سيفه كبيره بقى للدكتور يا بنات. سقف يا مرحب يا دكتور يا مرحب. قلت لك نمشي يا بيه. والله